هذه النشرة برعاية ليبا بريد إسي مابلر. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس لهذا اليوم الاثنين. بعد تعالي العديد من الأصوات التي تنادي بزيادة أعداد مراكز الشرطة في بعض المناطق، أظهر تقرير صحفي بثه التلفزيون السويدي أن نحو 11 ضاحية من مجموع 15 ضاحية معرضة إلى الخطر تفتقد إلى وجود مركز للشرطة فيها. وتنقسم الآراء حول أهمية وجود مبنى فعلي للشرطة في المناطق والأقاليم، حيث لا ترى بلدية تيبوري أن ذلك يشكل أولوية وفقاً لما ذكره التلفزيون السويدي. وكان قد أجل بناء مركز للشرطة في ضاحية رينكبي في العاصمة ستوكهولم، ومن المتوقع أن يكتمل بناءه في عام 2019، ما يعني أن بعض المناطق التي تقع فيها حوادث عنف وإطلاق نار مستمرة ستبقى بدون مراكز للشرطة. قرر الادعاء العام الإبقاء على 3 أشخاص محتجزين على ذمة التحقيق من مجموعة 7 مشتبه بهم. كانت الشرطة اعتقلتهم بعد جريمة قتل شاب يبلغ من العمر 23 عاما رميا بالرصاص الخميس الماضي في مالمو. وكان الوقت المحدد لجمع الأدلة ضد المتهمين 7 قد انتهى في 11:00 قبل منتصف ظهر اليوم، حيث لم تتوفر أدلة قوية ضد المشتبه بهم 7، فيما تمكن الادعاء العام من احتجاز 3 أشخاص منهم فقط. وذكر المدعي العام في مذكرة التوقيف التي قدمت إلى المحكمة الابتدائية أن 2 من الأشخاص 3 مشتبهين في جريمة قتل أو التواطؤ على ذلك، فيما وجهت نحو المشتبه 3 شبهات بارتكابه جريمة القتل. يذكر أن الشاب القتيل كان أحد الشهود في مقتل الشاب العراقي أحمد عبيد. أغلق مركز تسويق هانينغ الواقع جنوب العاصمة ستوكهولم، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي فيه بشكل كامل. وكان المركز قد أعلن على حسابه الخاص في الفيسبوك عن انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم، مما تسبب بإغلاقه. وفي الحالات العادية يفتح المركز أبوابه أمام الزبائن في 10:00 صباحا، وليس من الواضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي أو الوقت المتوقع لعودته من جديد بعد إجراء التدابير اللازمة. يقدم المدير العام للتعليم لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية أندرياس شلايشر اليوم تحليلاً معمقاً حول التحديات التي تواجهها السويد في خلق نظم أكثر مساواة بين المدارس. وكان التقرير الأخير الصادر عن منظمة بيسا قد أظهر زيادة الفجوة بين الطلاب من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة في البلاد. ورغم أن التقرير الأخير للمنظمة خرج بنتائج مبشرة أيضا مقارنة بنتائج التقرير السابق له فيما يخص المستوى الدراسي للطلبة، إلا أنه أشار في نفس الوقت إلى اتساع الفجوة في الكفاءات والمستويات الدراسية بين المدارس السويدية. خلص مسح قام به قسم الأخبار في التلفزيون السويدي أن أعداداً كبيرة من السياسيين المحليين في البلد تركوا مقاعدهم في مجالس البلديات والمحافظات منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في العام 2014، فيما كانت بلدية أبسالة هي الأولى في هذا المنحى. وأظهر المسح أن غالبية الذين يتركون مناصبهم هم من ممثلي حزب سفاريا ديمقراطنا، فيما سجل حزب الوسط أقل نسبة في ذلك مقارنة ببقية الأحزاب السويدية. دعت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة دول الخليج إلى زيادة مساعداتها للاجئين السوريين. وبحسب بيانات الأمم المتحدة تواجه سوريا أزمة إنسانية كبرى تتطلب جمع 8 مليارات دولار. وذكرت وكالة الأنباء رويترز أن مسؤولة كبيرة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين طالبت دول الخليج العربية لتقديم مزيد من العون لمساعدة السوريين الذين شردتهم الحرب المستمرة منذ 6 أعوام، قائلة إنها لا ترى مؤشرات تذكر عن أن الأزمة ستنتهي قريباً،
وقالت كاريتي كليمانس نائبة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أثناء كلمة ألقتها خلال زيارة للكويت لتوقيع اتفاق مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين السوريين في العراق. إن المفوضية تشعر بالأسى تجاه الحقيقة المحزنة عن تجاوز عدد اللاجئين الفارين من الحزب السوري حاجز 5 ملايين لاجئ. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا براد، إس سي موبلر.